الموضوع ديال الصيادله. هذا موضوع اللي ولا الحكومه تعتز بالعمل الكبير الذي يقوم به الصيادله كشركاء في المنظومه الصحيه عموما لبلادنا. والحكومه عبر القطاع الوصي منذ يعني ان اخذت علما بالقرار وقبل منه، يعني كان اجتماع ديال السيد وزير الصحه مع هذه الهيئه المهمه، واللي كان فيها واحد الحوار جدي ومسؤول، والغايه منه هو مناقشه مختلف القضايا، سواء تلك المتعلقه يعني بالامور التمثيليه او القضايا اللي كيعيشها القطاع. فهاد النفس ديال الحوار سيستمر وسيبقى مفتوحا في افق ان نوصلوا الحلول ونوصلوا يعني الاقتراحات مهمة خدمة لهذه الهيئة.